في الختام تذكير بأبرز العناوين. بعثت الثورة هذه بعد شتريد، بعثت الثورة. الصدر ينزع فتيل أخطر فتنة أهلية وأمنية بتاريخ العراق، ويضع جميع القوى السياسية أمام مسؤولية تشكيل حكومة خدمة وطنية. العراق يزيح عن أكتافه حملا ثقيلا من الخوف بانتهاء دوامة الاعتصامات المتقابلة، والبرلمان يتجه لجلسة حسم رئاستي الجمهورية والحكومة. محافظ صلاح الدين يحذر تجار الأزمات من التلاعب بلقمة عيش المواطنين، ويشكر القوات الأمنية وأهالي المحافظة على التعاون في فرض الاستقرار. التربية تستأنف الامتحانات غدا، والكهرباء في حالة استنفار قصوى، والصحة العالمية تدق ناقوس خطر كورونا مع نهاية فصل الصيف. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.